السلام الله عليكم مشاهدي قناة أنفاس بريس، نحييكم من مقر المجلس البلدي لمدينة الطنطان الذي سيحتضن هذه الليلة الحفل التأبيني للراحلة الكاتبة والشاعرة الدكتورة عزيزة يحضي عمر شقواري التي وافتها المنية يوم 28 من يناير 2022. هذا اللقاء الذي ستكون فيه مشاركة لرابطة كاتبة المغرب بحضور الأسرة الراحلة وكذلك وجوه من مدينة الطنطان الذين كبرت معهم الراحلة وكذلك ترعرعت بينهم. نلتقي في أقوى مشاهد هذا اللقاء الذي سنبثه من خلال قناة أنفاس بريس. في تأبين الراحلة الغالية العزيزة النفيسة على قلوبنا، الراحلة الحاضرة معنا عز يحضي عمر، شهادتي في مجروحة وخا الكلمات كامل اللي نقول لن يوصفها حقها. فالسيدة كانت كما قلت لك سابقا امرأة استثنائية، استطاعت أن تقوم بأمور ليست سهلة، وأنا أي جيدا ما أقول ليست سهلة، لأنه تأسيس رابطة بهذا الرلفيف المفروق المقرون من نساء هذا الوطن بمختلف مستوياتهم الثقافية، بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، وكذلك مختلف يعني مستوياتهم كذلك أو مختلف تكويناتهم السياسية، فهذا ليس أمرا سهلا لن يكون إلا بعزيزة. كيف؟ بعزيزة بصبرها، عزيزة بأناتها، عزيزة بكبريائها، عزيزة بتواضعها، بشموخها، بضعفها، بذاك كل الأمور الجميلة فيها. حقيقة لم نوصفها، حقيقة لم نوصف هذا المرأة في الحياة. أنا كنت أتمنى أن تكون اليوم حاضرة معنا لنقول لها أنك قمت بالكثير، وهذه المنطقة ولادة، هذه المنطقة منطقة طنطان هي ولادة، أنتجت لنا الكثير من الأطر، الكثير من النخب التي يمثلنا هذا الوطن أحسن تمثيل، وهذه المرأة كانت منهم. ففعلا اليوم نفقد امرأة كبيرة جدا، حتى طنطان غاضبة اليوم، حتى طنطان وأجواء طنطان يعبرنا عن هذا الحزن الكبير، أن الأجواء ترى أنت. فلن نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون. كانت تحمل مشروعا رائعا لمت شتات العديد من المبدعات الروائيات الكاتبات، وكانت تحمل هم هذا الوطن. ناضلت من أجل أن تنشر الثقافة بصيغة المؤنث، ونحن اليوم نؤبنها، نؤبن شخصية أعطت الكثير لهذا الوطن، أعطت الكثير لنساء هذا الوطن. طبيعة الحال هذا شيء ليس بغريب عن امرأة استثنائية بحجم السماء، كما كنت أقول لها دائما، أقول لها نامي قريرة العين عزيزة، فستظلين في كما كنت، لن تفيك كل لغات العالم، ولو أحضرتها لك لن تفيك حقك، ستظلين معي عزيزة الغالية. عزيزة يحضي عمر هي حلم، هي امرأة بحجم الحلم، هي امرأة بحجم الوطن والجراح، هي امرأة تنينة نادرة غير متكررة. هي امرأة وضعت الوطن في المزاد واشترته بأغلى ثمن، اشترته بروحها، اشترته بحياتها وبعمرها.
كان الوطن بالنسبة لعزيزة يحضي عمر شقواري يساوي الحياة أو هو أكثر. لا حديث لعزيزة إلا عن الانتماء للوطن، إلا عن صحرائها، إلا عن حبها لملكها، إلا عن انتماءاتها الوطنية الكبرى المقدسة. هذه هي عزيزة. نحضر إلى مدينة طنطان، مدينة طنطان التي تشاركنا اليوم الحزن، فهي كئيبة جدا، واليوم يعتصرون أمام فقدان هذا القلم، هذه الهامة الصحراوية التي جاءت من قلب الصحراء إلى مركز وأسست لمؤسسة ثقافية. سعت ضحت بجهدها وبنكران الذات من أجل توسيع هذا المشروع، وكنا من أول المؤمنات لهذه الفكرة، وساعدنا على السعي قدما بهذا المشروع إلى درجة أنه تخطى الحدود الوطنية والجهوية إلى الحدود الدولية. فلله الحمد الرابطة اكتست نوع من الاتساع ومن شق طريقها في بعض الدول الأوروبية والفرنكفونية. هو بصراحة الأخت عزيزة الشقواري كانت واحد الإنسانة اللي يعني منفتحة على الجميع، كانت عندها علاقات يعني طيبة مع جميع يعني جميع أبناء المدينة، ويعني حتى مع جميع الفاعلين في المجال الثقافي. عزيزة كانت واحد إنسانة طيبة، ومن السهل التعرف عليها، ومن السهل يعني أنك تشتغل معاك وتواصل معاك في أي وقت. عزيزة يمكن أنا صراحة، وهي يمكن الجميع كيتفق أنها كانت سفيرة ديال طنطان، وكانت سفيرة ديال الكلمة الطيبة وديال الشعر وديال الثقافة، وكان يسكنها هاجس نهوض بالمجال الثقافي سواء محليا أو وطنيا. كانت دائما متميزة رحمها الله، كانت معطاة، كانت حنونة، كانت يعني عطاءها لا حدود له مع الكبير والصغير، كان الجميع يحترمها. حقا هي المرأة الصحراوية المغربية المثقفة المناضلة المدافعة عن كل حقوق المرأة بشكل عام، ولولاها ما وصلت هذه الرابطة إلى ما وصلت إليه اليوم. حقيقة يعني الموت على كل رغبة، بكل حال لا راد لقضاء الله، كان موتها فاجعة بالنسبة لنا، وكان قصة في حلق كل عضوات رابطات كاتبة المغرب داخل الوطن وخارجها. عزيزة يحضيها إنسانة عرفت معنى الإنسانية، فاشتغلت في مختلف المجالات سواء في الرياضة والإعلام والصحافة وأيضا في الكتابة. هي إنسانة شغوفة بالعمل، محبة لوطنها، محبة لملكها، محبة، طاقة إيجابية أيضا. قليلة نساء مثل الدكتورة عزيزة يحضيه من خلال طريقة اشتغالها وشغفها بالعمل وتفانيها فيه، مربية من خلال قدوتها في العمل، محبة للغير. الدكتورة عزيزة كانت امرأة استثنائية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. الدكتورة عزيزة القلب الكبير والابتسامة الصادقة، الوطنية حتى النخاع، تغنت بالصحراء والرمال والزعفران والحناء. الدكتورة عزيزة أرخت للصحراء، ولذلك فهي أيقونتها بامتياز. اليوم يتمت الكلمة، والفقد والجرح عميق جدا، لا أظن أننا يمكننا أن نرتق هذا الفراغ الذي تركته بأرواحنا عزيزة. فموتها المفاجئ، الموت هذه الغمضة الخاطفة التي أخذت روحها معنا وأخذت ابتساماتنا، جرحنا عميق وحزننا دفين. فعزيزة ليست بيننا اليوم، لكن وفاء منا لمسارها وعطائها اللامحدود ونضالها وإنسانيتها وحبها ورقيها
يعني الدكتورة عزيزة يمكن أن لا يمكن أن يعني أن أجمع كل الصفات، يعني أن أحدد كل الصفات. كانت إنسانة استثنائية بحجم الوطن. تحضرني الكلمة في كل مرة أتي فيها إلى مدينة طنطان رفقة الراحلة عزيزة يحضي عمر شقواري، المدينة التي أنجبتها وسعت كأم لتعريف ابنتها على هذه المدينة. هذه المدينة التي رافقتني فيها دربا بدرب وحكت لي تفاصيل طفولتها في هذه المدينة، هذه البلدة التي شهدت أهم مراحل حياتها. رغم سفرها بعيدا عن هذه البلدة وبعيدا عن الوطن، إلى أن طنطان كانت المدينة التي تحل معها في حلها وترحالها، والمغربية ومغربية فدة رافقتها في كل المنابر التي اعتلتها وكل المناصب التي تولتها. أودع الوالدة، لكن هو وداع ليحيى بداخلي حضورا جديدا، حضورا لحية بروحها بداخلي. عزيزة التي أحببت، التي جعلتني أعشق الصحافة والإعلام من خلال مسارها الكبير في مجال الصحافة والإعلام. عزيزة التي جعلتني دون شعور أختار المجال الثقافي في المجال الإعلامي كتخصص للدراسة أكثر والاهتمام به أكثر. وذاك ما هو إلا انبثاق من رابطة كاتبة المغرب التي رأيت تضحياتها الجسام فيها. والدتي، تمنيت لو أن هذا التسجيل ترينه أنت، تعطينه ملاحظاتك، تشرفين على أن يكون مادة صحفية أقدمها. تشاء الأقدار أن تكوني في غير العالم الذي نحن فيه، لكن بالنسبة لي أنت الحاضرة معي أينما حللت وارتحلت. قلت لي يوما أنني تركت لك اسما حافظي عليه، وأنا أقول لك والدتي سأعمل على أن يعيش هذا الاسم وأن يبقى حيا، وأن ألقاك بأعمال تسعدين فيها وأنت في دنيا غير دنيا. ولو أنني أعلم كذلك أنك تريني ترضين عني وتوجهيني عندما أضيع وعندما تضيق بي شوارع المدائن، أجدك بروحك حاضرة بداخلي تخففين الألم، تخففين الظرفة، وتنورين الدرب والطريق.